حنايا اجون جيان ايفنت اللي تنظيم الحفلات تنتكلفوا بتو سكي رابور لي زيفينمون اون لو سيرفيس تريتور لي بوفي د نيسانس لي بوفي دانيفرسير تنديروا لا لوكاسيون دي توني تراديسيونيل سور مكناس اون اي سيتوي سور 3 فيل فاس طنجي اون اي ديجا اوبيراسيونيل سور لي دو فيل ودابا لا نوفيل اللي عندي وبغيت نبشركم بها سي كو حنايا اوبيراسيونيل سور لا فيل دو مكناس مع مدام عبد الله ويس وكاينه هي اللي غادي تكون هي اللي غتجيغي جيان ايفنت مكناس وهي اللي غادي تكون معنا في الباك ستيج وغادي نعطيها لا بارول هي تقدر تقول لكم مرحبا بكم في مكناس معكم على ويس وكاينه جيغونت جيان ايفنت مكناس ان شاء الله اوني اون كور ديال دو بريباراسيون ديال لوفرتور ان شاء الله ديال الشوروم ديالنا هنا في مكناس وان شاء الله غادي تكونوا لي بروميي انفيتي ديالنا ان شاء الله دونك كيما هضرات مدام جيهان اون سي شارج دو تو سكي اورغانيزاسيون دي زيفينمون انيماسيون ديكوراسيون فلورال بوفي دو نيسانس اي اوتر وعندنا حتى لا لوكاسيون دي تونو تراديسيونيل سور مكناس ان شاء الله كيفاش جاتني الفكره جاتني فكره انني بحكم الدراسه ديالي قريت في السياحه المعهد العالي الدولي للسياحه وكنا كنديروا لورغانيزاسيون دي زيفينمون الفيليير ديالنا كنا ديما كيعطيونا دي بروجي ديال تنظيم الحفلات في المدرسه وعجبني لو دومين وعجبتني عجبني داكشي اللي قريت وملي ساليت قلت مع راسي علاش لا ما نديرش شي حاجه ديالي اللي نقدر نعطي فيها اللي نقدر نافونسي فيها ونبدع فيها وهادشي باش جاتني الفكره ودرنا هاد لو بروجي وفي اي دومين فيه شويه صعوبات خصك المثابره خصك الخدمه خصك تكون موتيفي وامبيسيو سورتو تكون تحط هدف بين عينيك باش تحققه وما الا ما حطيتيش هدف ولا ما كانش عندك الهدف بين عينيك راه ما تقدر دير حتى شي حاجه والحمد لله ربي عمرو حشمنا والكليان ديالنا كلهم ساتيسفي بينا وفرحانين بينا وحنا فرحانين بهم ومرحبا بينا عندكم ومرحبا بكم عندنا بالنسبه للاسعار حنايا كنخدموا لا اوت غام كنخدموا لا مويان غام المهم لا بات غام ما عندناش ولكن حنا كنمشيو الثمن ديالنا فليكسيبل كنمشيو على حساب الجهد ديال كل مواطن الجهد ديال كل واحد كنفرحوا كل واحد ما تنردوا حتى شي كليان كل واحد على قد جهده كنديروا له داك الشيء في المستطاع ديالو داك الشيء مزيون على قد خاطرنا وجهنا تنرحبوا بكل شيء كاع المستويات بيان سور بيان سور حنا مع الدراوش مع اللي عندهم واللي ما عندهمش كنخدموا مع كل شيء كاع المستويات كنخدموا معاهم مرحبا بكم عندنا وما غتلقاوش ما احسن منا ان شاء الله لا في لورغانيزاسيون لا في الثمن لا في السماق لا في التاويل ديالنا لا في المذاق لا في كل شيء مرحبا بكم وندوز لكم حتى سكينه تاي تقول لكم مرحبا بكم سقتوا في مكناس المهم انا مرحبا بكم عندي فاس وفي طنجه دونك بوغ لي كليون ديال مكناس مرحبا بهم حنا ان شاء الله كنرضيو كاع الاذواق وكاع لي كاتيجوري كما قالت لكم مدام جيهان لي بري ديالنا اي سون اتراكتيف رابور كاليتي بري بطبيعه الحال وان شاء الله نكونوا عند الحسن ديال الظن ديالكم ان شاء الله اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة